والله شوفي ايام، خصوصا هو اللي ضرب اكثر شيء سنان، ايام كنت ادرس في المعهد في الكويت، المعهد العالي للفنون المسرحيه للدراما وكذي. اول سنه يعني حبوا انه يكون مسلسل كرتوني مشاركين فيه خليجيين، يعني هو يصور في بغداد، وكان مجموعه من الممثلين العراقيين المتمرسين في ذا العمل، يعني في عمل الدوبلاج، الى جانب اللغه العربيه، الى جانب تقليد الاصوات، اعطاء الكاركتر المناسب. فتعالي انا لاول مره اسوي دوبلاج ويعطوني دور البطوله، يعني دور سنان انا ما قد سويت. اللي ساعدني اني لغتي العربيه كويسه، عندي يعني بحه في صوتي تشبه صوت الاولاد اكثر من البنات، واقدر اسوي اكثر من طبقه. كان جو العمل جدا حلو، يعني اخذت خبره من مجموعه الممثلين اللي كنت معاهم، وبعدين خلاص بدات الاعمال لوسي والامير ياقوت ومجموعه من الافلام. القصص اصلا نجحت ما شاء الله، قصص عالميه، والى الان والله قاعدين يعيدوا في سنان. جميل. طيب استاذ